ترين معكم شيرين عبيد انا مجنى لليوم والي خانة تلي رح يكون معي كيد بالمسرحية أرزي خضر صباح الخير أرزي صباح أهلا وسهلا فيك بالبرنامج رح نحكي حبيبتي حول مشاركتك بمهرجان فاندا الكتابي يلي صار بنيويورك والقراءات لمسرحيات جديدة بالعالم العربي يلي صاروا من 26/2 لغاية 2/2 أيار أكيد رح تحكي لنا أكثر بأجواء هالمشاركة ولكن قبل رح نرجع نحن وياكي لل 2007 لورشة عمل من تنظيم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مسرح رويال كورت البريطانية اللي شاركتي فيها ويلي على أساسها تمت كتابة هالنص المسرحي يلي تنقل بعدة بلدان أكيد رح نفوت بالتفاصيل كلها بهنا نبلش ببدايات هالورشة العمل واختيارك لأنك تشاركي فيها من أي منطلق كان هلا المجلس الثقافي البريطاني عنده كثير نشاطات ثقافية أنا ما كنت على علم بالموضوع يعني ثاقبت فرصة إنه بالغلط إذا بدك وصلنا ايميل وكان بيقول انه عم بينافسوا على كاتبين للمسرح كرمال ورشه عمل فقدمت يعني الابلكيشن وكان كان في من 7 بلدان تقريبا 120 طلب واختاروا 21 كاتب 3 من كل بلد وبلشنا اول ورشه عمل بالشام سنه 2007 بدمشق وبهونيك قررنا كل واحد يكتب مسرحية يعني طلب منا نكتب مسرحية وقررنا الموضوع نعم وانتقلنا بعدين كل مرة كنا نكتب مسودة ونروح على وركشوب تاني يعني عملنا أول ورشة بالشام تاني ورشة بتونس وثالث ورشة بمصر هيدا المراحل اللي قطعتوا فيها بورشة العمل نعم طب هون يعني بالبداية كان عندك فكرة لك لموضوع نص معين ولا من بعد ما بلشتوا بورشة العمل بلشت تتبلور أكثر الأفكار لا هلا بورشة العمل كان معنا كاتبين بريطانيين وهن يعني هونيك طلب منا بوضوح انه اختاروا باخر اول ورشة بالشام اختاروا موضوع وهالموضوع بدكم تشتغلوا عليه وكرمال نرجع نطوره يعني نعم طب هالمشتركين اللي كانوا موجودين كم شخص كانوا وكيف كان عم يصير العمل بيناتكم؟ يعني نحن كنا 21 من 7 بلدان من لبنان من سوريا من مصر من فلسطين من المغرب وشو بعد في كمان من الاردن كنا يعني كل واحد كتب نصه هو كان النص يعني كل شخص بيكتب لحاله بس كان في اكيد تمارين كلنا سوا واللقاء والتبادل كان كثير حلو بين الكتاب من مختلف البلدان طب من خلال مشاركتك يعني بهالورشه قد ايه برايك ورش العمل مهمه وضروريه؟ يعني نحن بلبنان كل فتره بنسمع عن ورشه عمل جديده عم تنعمل ولكن مش دائما بكونوا اخذين يمكن الاهتمام اللازم يلي يعني المفروض ياخذوه هلا انا في احكي عن هذه الورشه بالتحديد الورشه مع مسرح الرويال كورت والمجلس الثقافي البريطاني يعني لانه كانت مركزه على نوع يعني الكتابه الجديده وكان في طريقه او منهجيه او اذا بدك تبس يعني اعطونا اياهم انه نحن راح نحاول نكتب مسرحيه بهالطريقه وراح نتابع العمل يعني بدنا ننقي خط ونمشي فيه على الاخير انا برايي هالطريقه نجحت يعني لانه كلنا يعني من اصل 21 اللي شاركوا بعتقد كان في 20 مسرحيه كامله بالاخير وانه كل الكتاب تابعوا يعني تابعوا العمل وكملوا وبعتقد ورش العمل قد ما الشخص يعني يلتزم فيها ويعرف انه شو مطلوب منه وشو طالب هو من حاله تقدر يعطي اكثر طب اذا بدك تكتبي هلا نص ثاني بتاخذي المراحل اللي قطعتي فيها بهالورشه العمل؟ التجربه بضل عندي كخبره ذاتيه هلا اكيد انا هذا النص اللي كتبته اول شيء انا في غير كتاب كان عندهم غير تجربه يعني كتبوا من اول مسوده كتبوا نص بيشبه المسوده الاخيره بس انا كتبت نص كثير تغير يعني لاحظت انه هذا العمل تطور انه في شيء تطور بطريقه الكتابه اكيد هلا اذا الله راد يعني رح اكتب مسرحيه جديده رح يكون عندي منها الخبره بس ما بعرف اذا رح يعني ما بعرف اذا الواحد وقت اللي يكتب هيك بيتبع انه تفاصيل محدده ومنهجيه معينه بس بعتقد الشيء الاكيد انه اكيد اكتسبت خبره وطريقه والعناصر يلي اكتسبتيها بتضل موجوده اكيد يعني حتى باللاوعي بالكتابه بتضل في لها هيك لا باللاوعي كل شيء لانه انا خريجه مسرح يعني انه كل شيء بيبقى
صحيح. إذا نحكي أكثر عن المفروض بتفاصيل العمل المسرحية اللي كتبتيه عن القراءة المسرحية صارت بلندن لا تبع مسرحيات تم اختيارهم، بأي سنة هيدي صارت؟ هلأ نحن بلشنا الورشة بال2007، بال2008 كانوا المسرحيات بعد تقريبا سنة وشوي انكتبوا. آخر 2008 تم اختيار 7 مسرحيات ونحن على رويال كورت ثياتر، يعني مطرح ما صار فيه ستيج ريدينج يعني قراءة. نحن ما معودين على ستيج ريدينج بلبنان، يعني أنا ما كنت أعرف أنه هالشي موجود، وأنه بيكون فيه ممثلين ومخرج يخرج القراءة، بس الممثلين بيكونوا عم يقروا النص بإيدهم. يعني ما في هالتمثيل التمثيلي اللي حابب في تمثيل، بس ما في تحرك، ما في اخراج، يعني ما في تعامل مع الفضاء. مقيد الممثل بالنص اللي موجود بين الايدين. صح. وبيقرا يعني مثل ما هو. ف كمان صار في اسبوع قراءات بلندن كان كثير ناجح، كان في اقبال كثير كبير من يعني الجمهور البريطاني، ونحن على اساس انه خلصت هال يعني رحلة الوركشوب مع البريتش كونسل والرويال كورت ثياتر. بعدين السنة كمان كان شيء كتير حلو، انه اول شيء قرروا انه ينشروا 5 مسرحيات اكيد ترجموا للغة الانجليزية، ينشروها بدار نشر للمسرح ببريطانيا، وبعدين انه نحن وجه الدعوة لنا لهالخمس كتاب مع البريتش كونسل والرويال كورت انا نروح على نيويورك. نعم. على كمان اسبوع قراءات. نعم. هالخمس مسرحيات اللي تم نشرهم هن للخمس كتاب اللي كانوا مشاركين بورشه العمل اللي بلشتوا فيها بال2007. نعم، هن من ضمن الكتاب اكيد. نعم. بوجودكم هنا بنيويورك شو صار؟ كمان صار في قراءه للنص مع ممثلين امريكان ومع مخرج امريكاني، وكان الحقيقه انه كمان يعني القراءات لقيت اقبال كبير، لانه مثل الجمهور يعني ما بيعرف انه شو مسرح يعني place from the Arab world، شو مسرحيات من العالم العربي، ما يعني ما عندهم فكره. فكان كثير في تجاوب. قبل ما نحكي عن الجمهور وردة فعله كأشخاص اشتغلتوا معهم بها القراءات المسرحية اللي تبقى، وقالت انه في ممثلين بيكونوا موجودين وفي مخرج بيكون موجود، عرفتها ايضا بتونس زمن هلأ نحن بعد ما خلصت المسرحية كمان في كتير مسرحيات انعرضوا بتونس وبالأردن وبلبنان، كمان صار في قراءات لهالمسرحيات اللي كلها كتبت ضمن ورشة العمل، وانا مسرحيتي كمان قرأت بتونس كمان. طب اختلفت على القراءات بين نيويورك بين لندن وبين تونس؟ هلا اول شيء بتونس القراءة كانت بالعربي يعني باللغة الاصلية انه المكتوبة فيها المسرحية، كان شيء كتير حلو لانه انا قبل كنت سمعتها بس بالانجليزي، كنت سمعتها بلندن. صراحة كل جمهور يعني بيتلقى بطريقة مختلفة، بس يعني لهلا كان التجاوب يعني كتير يعني إيجابي جدا. هيدا كجمهور كفريق عمل كان عم يشتغل يعني بين المخرجين والممثلين. هلا أول شيء بدي أقول إنه عن التنظيم لكل هالقراءات وكل هالأشياء، يعني بدي وجه شكر كتير كبير للبريتش كونسل، خصوصا كمان بسوريا، لأنه هن المشروع أصلا يعني نابع من المجلس الثقافي البريطاني بسوريا، وكمان للقيمين بالرويال كورت ثياتر، خصوصا إليس دوتشفن اللي هي مسؤولة عن القسم الانترناسيونال. فدايما كان في تنسيق كتير يعني كتير عالي، يعني شيء كتير بروفيسيونيل، ولا مرة كان في مشكلة. نعم. إذا ما نحكي شوي عن موضوع هالعمل المسرحي أو هالنص المسرحي اللي بعد ما ترجم كعمل مسرحي كامل، عن شو بتحكي القصة؟ هلا أول شيء بدي أقول إنه إن شاء الله وأنا بتأمل إنه نحن لسنة الجين الله راد بشباط، المخرج التونسي اللي تعاملت معه أنا بالقراءة باللغة العربية بده يجي يخرج المسرحية هون ببيروت مع الممثلين يلي شاركوا وقتها بال2008. موضوع المسرحية اسمها البيت المسرحية. المسرحية موضوعها يعني كتير مش كتير أوريجينال، عن فيها 3 شخصيات، خيان وأخت، لا أختين وخي، بيختلفوا على مصير البيت اللي ورثوه عن أهله. نعم. نعم.
بس هيك ما بتعطينا تفاصيل اكثر؟ يعني هي ما فيها كثير تفاصيل لانه وقت الناس بتسالني عن شو موضوع المسرحيه بقول لهم هالشيء بفكروا انه في شيء بعد جاي اكثر. يعني هي انه